مركز للتكوين المهني والتمهين ببلدية برج الأمير عبد القادر ومعهد وطني متخصص في التكوين المهني ببلدية خميستي هي هياكل جديدة تدعمت بها المنظومة التكوينية بولاية تسمسيلة والتي كانت محل تدشين ومعاينة من قبل وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هويام بن فريحة. دار المرافقة فضاء للتواصل بين خريجي التكوين المهني والشباب بشكل عام، ماشي غير المتخرجين، حتى من الجامعات أو أي شاب جزائري يروح لدار المرافقة من أجل الحصول على المعلومات حول التخصصات، وكذلك ماذا بينا الآن يقوم بتسجيل يسجلوا نفوسهم، لأن هناك تواصل بين المؤسسات الاقتصادية ودور المرافقة من الاحتياجات لمناصب الشغل. انشغال نتاع الأساتذة المتخصصين من الدرجة الثانية راهو مطروح، والدراسة الآن راهي بين الوظيفة العمومي ووزارة المالية، وإن شاء الله يكون فيها خير في القريب العاجل. وبخصوص أصحاب عقود ما قبل التشغيل في قطاع التكوين المهني، أكدت هويام بن فريحة أنه تم إدماج 951 شابا خلال السنة الماضية، على أن يتم إدماج 1500 شاب خلال هذه السنة.